ننتقل لشأن آخر، وده الحقيقة موضوع لو دخلتوا على المواقع الاجتماعية دلوقتي هتلاقوه انتشر كالنار في الهشيم. في الكويت في عامل مصري وقعت ما بينه وما بين في إحدى نوادي الفيديو، وقعت ما بينه وما بين مواطن كويتي مشاجرة مشادة. فالحقيقة أنه بعد المشاجرة اللي حصلت دي وخرج من نادي الفيديو المواطن المصري، وكان في اتنين ايضا مصريين بيرافقوه، المواطن الكويتي ما سكتش، قرر انه ينتقم. عمل ايه بقى الافندي؟ اخد عربيته وقام شايل ثلاث مصريين، وده نتج عنه وفاه المواطن احمد عاطف فرغلي رحمه الله، ونتمنى لاسرته الصبر والسلوان، واصابت كل من خلف محمد ومحمد ابراهيم، نتمنى لهم الشفاء العاجل. وزارة الخارجية المصرية قالت أنه القنصلية المصرية العامة في الكويت بتتابع عن كثب تطورات قضية مقتل العامل المصري، وأنها بعتت اثنين من الموظفين من القنصلية إلى مخفر الشرطة لمتابعة سير القضية، وزاروا المصابين في المستشفى للاطمئنان على صحتهم. السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج قال أن السلطات الكويتية احتجزت ثلاثة كويتيين واستجوبت عدد من المصريين، وبتقوم حاليا بالبحث عن صاحب السيارة اللي ارتكب هذه الجريمة. الجريمة مقيدة الآن بأنها قضية قتل عمد وليست مجرد مشاجرة بالطبع. احنا معانا على الهاتف السفير ياسر عاطف السفير المصري في الكويت. سيادة السفير مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك سيادة السفير، يعني ارجو انك تدينا معلومات اكتر عن هذه الجريمة التي ارتكبت في حق ثلاثة من المصريين، واحد للاسف انه لقى حتفه واثنين مصابين. ايه اللي بيحصل دلوقتي في الكويت بشأن هذه القضية؟ طبعا حضرتك عارف القدر المتوقع من المعلومات، عشان نكون يعني ايه نحاول نكون دقيقين بقدر الامكان، ان هي كانت في نوع من المشاجره ما بين مجموعه المصريين ومجموعه الكويتيين. انت داخل احد المولات التجاريه، انتقلت المشاجره لخارج المول وحصل هذا الاشتباك اللي انتهى مع انفلات طبعا واضح في يعني في شديد في السلوك، يعني ان قام كويتي بدهس المصري بسيارته والذي ادى لوفاته في الحال هو المرحوم احمد عاطف رحمه الله عليه. وفي اثنين اخرين موجودين ايضا في المستشفى بيتعالجوا، مصريين اخرين كانوا في الحادث. تم القبض على ثمانيه كويتيين بما فيهم المسؤول الكويتي الذي قام بدهس المواطن المصري بسيارته. يعني يعني صاحب السياره وتم القاء القبض عليه، لان اخر المعلومات انه لسه هو دي اخر معلومه حتى متاحه لدينا، انه تم القبض على الكويتي الذي قام بدفع المواطن بسيارته. تمام، اذا تم القبض على مجموعه الكويتيين اللي كانوا يعني سبب في هذه المشاجره، وعلى صاحب السياره اللي قام بدفع المصريين. تم القبض على مجموعه من المصريين ومجموعه من الكويتيين بما فيهم حكى الرجل الذي دهس على المصري بسيارته. تمام، طيب وحضرتك اكيد بتتابع سير التحقيقات، ايه اخر اللي تم في مخصوصها؟ طبعا حضرتك احنا القنصليه متابعه هذا الموضوع، وكانوا مجموعه من الزملاء الموظفين القنصليه كانوا موجودين حتى يعني يمكن الفجر في المخفر من متابعه التحقيقات، وتم تسجيل القضيه انها قضيه قتل عمد. فهذا هو الوضع بالنسبه للتحقيقات الان في هذه القضيه. واحنا بنتابع مع السلطات بقى الخطوات اللي هتلي هذه الخطوه. طيب وبخصوص جثمان المتوفى احمد عاطف فرغلي، هل هيتم يعني ارسال جثمانه الى مصر، ولا ايه الاجراءات اللي هتتم دلوقتي بخصوصه؟ هو بالفعل يعني جاي اتخاذ او يمكن يكون بالفعل قد تم يعني ارسال جثمان، لان هم تم التاكد يعني من هو تنطبق عليه حاله ان هو ممكن يتم ترحيل جثمانه الى ارض الوطن على نفقه الدوله، وهو تم بالفعل من قبل الزملاء في القنصليه. هل تم التواصل مع اسرته يا فندم؟ لا انا شخصيا لم اتواصل مع، ما اعتقدش ان حد فيه تواصل بينه وبين اسرته في مصر، يعني انا هو التعامل بيتم مع الحاله هنا في الكويت. بس يعني ما فيش حد من القنصليه هيتواصل مع اسرته عشان يعرفوا اسرته ايه اللي حصل بالظبط، وانه حد يعني يتلقى او يستلم جثمانه لدى وصوله الى ارض الوطن؟
اكيد طبعا هما في تواصل ما بين الاسره وبين وزاره الخارجيه القطاع القنصلي من اجل اتمام كل هذه الاجراءات. وكل ما هيبقى عندنا معلومات اضافيه طبعا هيتم التواصل عن طريق القطاع القنصلي بالوزاره مع اسره المرحوم. واحنا هنتابع مع حضرتك ان شاء الله سير التحقيقات. بشكرك شكرا جزيلا سفير مصر في الكويت السفير ياسر عاطف.